الحقيقه انها على حقوق هو علامه او حضر دوله عن الطبقه الدوليه لحقوق الانسان او لا. ولما نقول كمان اذا كان ليك حقوق فانت في مجلس الدولي تم ده في نوفمبر اللي فات 300 توصيه لمصر لازم تطبقها، خاصه مصر طبعا اتكلموا على نقص حقوق اقتصاديه، حقوق الطفل، اقليات كتير جدا اتكلموا فيها بالنسبه بالظبط الدولي. النمط الحقوقيه اللي يمكن لنا نوع من القلق، لان في مثل عن سبب بعض منظمات حقوقيه دي كانت بتقول هنتكلم في السياسه لكن عايزين يتكلموا في اصلها من فصلها ايه، ان الموضوع كله قانون. في منظمات تبح هي بدن يسافروا الصعيد ويرجعوا تاني، يسافروا يرجعوا للقاهره ويسافروا اسكندريه، والحقيقه ليهم نشاطات جدا جدا بينصفوا فيها الانسان المصري. من ناحيه تانية اذا كنا لازم شباب يعني خم فيها الشباب لمده، ده حاجه زي يوتوبيا في 18 يوم. الواجبات اللي كان فيه عدد غضبان او مش غالب فيه كمان النهارده. اول حاجه حلوه في الاونه الاف بقوه في محاوله منهم لحقهم في التعبير عن اراء. 25 من يناير التي فجر باقات الشباب سياسيه، ولكن بعد مرور ولائش جنب البلد بسلوكياته من حيث الاتقان عن التطرف. احنا للبلد اكتر من مجالات تتفتح مرتين قرار في البلد شويه حاجات يجهز نفسه. يعني المجتمع دلوقتي بيضغط على الشباب في ظل انه فرص العمل كمان في المجتمع كبيره قوي، في ضغوط ثانيه ان شاء الله البلد تقف على حيل تحسن اللي بيقلب اي حد. الحكومه دلوقتي حالا اشتغل اي حاجه مش تتوقع او يعني ما تفضلش قاعد في البيت، لازم والبلد لازم يتوفر فيها فرص لفهم ان احنا اللي هنبني المستقبل. لمصر حاطه امال كبيره جدا عليه. شباب مصر اثبت للعالم مميز ثوره سلميه ومصر من مستنيه منهم الكثير والكثير. عشان قانون وده كمان هو نفسه عيسى محامي يعني عايز ما ينفع المجتمع كله ممكن ينفصل عن الشباب. يعني اذا كان بيتقال في الفتره الاخيره انه بعض الشباب امتنع عن المشاركه في الحياه السياسيه، بعض الشباب فقد الامل، يعني بنسمع بعض الجمل كده. لكن طبعا ما ينفعش باي حال من الاحوال انه مصر تنفصل عن شبابها، انه الشباب ده ينفصل عن المجتمع سواء من خلال السياسه او من باي دور او اي حال من الاحوال. فالاول عايزين نتكلم على اهميه مشاركة الشباب دول في مجتمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب هم وقود الحياة وهم المستقبل وهم الأمل. صحيح. والشباب بيمثلوا فئة كبيرة من الشعب المصري، نسبة 60% من الشعب المصري، بالتالي لازم يتم اكتسابهم ولازم يتم تدريبهم ولازم يتم تأهيلهم لكي يكون قادة قادرين على تحمل المسؤولية. يعني لانهم يعني هم القوه الديناميكيه والقوه المحركه لاي مجتمع. الشباب صحيح. فبالتالي فلازم يتم ان احنا نحتويهم وان احنا ندربهم وان احنا ناهلهم وان احنا نثقلهم بالمهارات والتدريبات والتعلم عشان يكونوا قاده في المستقبل لتحمل المسؤوليه فيما بعد. يعني اوقات كتير تبص تلاقي ايه يعني في مطالبات واصوات كتير وعندهم حق طبعا، ان عايزين مشاركه الشباب بشكل فعال في الوزارات في الادارات في كقياده، وده موجود في العالم كله والعالم المتحضر بيستعين بالشباب الحقيقه. لكن تسمع اصوات تانية تقول انه لا الشباب لسه لم يكتسب الخبره الكافيه، الشباب لسه متخرج وانت عارف ان التعليم بتاعنا فيه شويه مشاكل، فبالتالي هو مش كافي انه يكون بيمسك قياده، لسه محتاج خبره ومحتاج تمرين. الحقيقه دي معادله صعبه. ومع ذلك يعني رئيس مجلس الوزراء يعني كان اقر قرار كان هام جدا وابتدى فعلا تنفيذه في عدد كبير من الوزارات ان هم هيستعينوا بيهم كمعاونين، استعانة
بالشباب والسن الصغير كمعاونين. والحقيقه انه في عندنا شباب يفرح يعني في سن صغير معاه دكتوراه وممكن يكون معاه اكتر من دكتوراه وماجستير وعاملين شغل كويس وليهم نشاطات كبيره. فعايزين نتكلم على النقطه دي تحديدا، ازاي نحقق المعادله الصعبه انه يبقى لسه متخرج وشاب لسه في مقتبل العمر وفي نفس الوقت يكون عنده الخبره كفايه انه ياخد مناصب كبيره وياخد قرارات في الدوله بشكل كبير. اولا طبعا الشباب لما بيتخرج لسه بيبقى لسه في مرحله لسه صغيره، فلسه برضه ما عندهمش برضه عمليه ايه القدره ان هو يقدر يقود او فلازم ياخد الاول قرار. فلازم الاول بيتعلم. التعليم والتدريب والممارسه بتخليه يكتسب المهارات ويكتسب القدره ان هو يكون عنده يقدر يقود او يقدر يبقى على الاقل من خلال التيم ورك فريق العمل اللي بيشتغل معاه يخليه عنده يعني ايه القدره والكفاءه والمهاره. عشان كده لازم مشاركه الشباب، لازم يبقى في مشاركه للشباب اللي هي اسمها المشاركه السياسيه. تبقى دي بتتمثل في الانضمام لاحزاب بيتعلموا العمل السياسي من خلالها، دي ما فيهاش اي مشكله في ظل الاحزاب المتواجده على الساحه دلوقتي. انت عندك كم كبير من الاحزاب متواجده على الساحه. مشاركه الشباب اللي هي مشاركه سياسيه، والحاجه اللي هتبقى يعني ان شاء الله مشيت لها هتبقى كويسه في مجلس الشعب القادم ان هيبقى في شباب جزء كبير من الشباب تمثيل في البرلمان، هيبقى فئه كبيره من الشباب. انت برضو لازم تدعم الناس اللي عندك ولازم يعني يبقى في نوع من التحفيز ليهم حتى لو في البدايه بينضموا للحزب في انهم يكونوا مش بيشاركوا بارائهم او مش بيشاركوا بشكل فعال، بس على الاقل يتعلموا على الاقل يعني يعرفوا يكتسبوا الخبره اللي هي يكتسبوا الخبرات ويعرفوا كافيا ويعرف العمليه السياسيه بتبقى ماشيه ازاي. من ضمن المشاكل اللي بيعاني منها الشباب الحقيقه فكره البطاله، انه هو داخل جامعه وحس ان هو عمل مجهود كبير في الجامعه وبعدين يتخرج ما يلاقيش شغل. والحقيقه اذا كان في مشكله على الدوله او بنحمل للدوله مسؤوليه انها ما وظفتش الشباب اللي خريج جديد، هي في مشكله كمان على الشاب نفسه انه عايز عنده تطلعات معينه ولن يتنازل عنها. انا خريج كليه كذا فبالتالي لازم اشتغل المهنه دي ومش هتنازل عنها اشتغل المهنه دي. فيبتدي يجيله نوع من الاحباط، يجي يعمل كذا انترفيو وبعدين يترفض وبعدين يروح تاني ويترفض وهو غير مؤهل، ان هو لا عارف يعمل انترفيو ازاي ولا عارف يتكلم ازاي ولا عنده الخبره الكافيه وفي نفس الوقت متمسك بوظيفه معينه مش هيتنازل عنها. فهل ده صح ولا بالعكس ممكن يكون ده نوع من ان هو مقيم نفسه في وضع معين؟ من المفترض اما الشاب بيخلص دراسته سيما بالذات في عاده انت عندك مستوى عالي من البطاله في الكليات اللي هي النظريه زي كليه حقوق وكليه تجاره، دي عندك مستوى عالي فيها من البطاله لعدم توافر فرص عمل ليهم في الكليات دي. فالمفترض انت شاب ومتخرج، فالمفترض هو مثلا مش هنقول ان هو يشتغل في تخصصه بنسبه 100%، فلازم الدوله برضو يكون لها دور ايه دور حيوي ومعنوي في تدعيم الشباب دولت. يعني احنا لو بنتكلم حضرتك طبعا جزء طبعا زي ما قلنا على الدوله واضح جدا، لكن احنا كمان عايزين نقول انه الشاب نفسه ما يكتفيش بان هو يقعد في البيت او حتى يعمل مظاهره انه معترض. يا سيدي اعترض طبعا زي ما انت عايز، لكن كمان لازم تاهل نفسك انك انت فتره الاجازات فتره ما انت قاعد اقعد اشتغل. ده في ناس بتنضم للمنظمات الحقوقيه واحنا هيكون معانا بعد لقاء حضرتك منظمه حقوقيه، والحقيقه بينضموا وبيتبرعوا طبعا بدون مقابل وبدون اجر، والحقيقه بيكتسبوا خبرات مع الوقت ومع الزمن بيكتسبوا خبره كبيره. اللي بيعرف يقود بعد كده مجموعه بيعرف يتعامل مع الناس. وبعدين هقول لحضرتك الاحتكاك والممارسه والتدريب والتعلم بيكتسب اي انسان بخبره صحيح. فهم المفترض يعني على الاقل الشاب يعني ايه انا ما اكتفيش ان انا اخرج عايز اشتغل في الوظيفه الفلانيه او في الحته الفلانيه، لا بل بالعكس ممكن مع التدريب والتعليم والممارسه اقدر اكتسب خبره على الاقل ابقى مهيئ لسوق العمل. من المشاكل برضو اللي بتواجه الشباب يمكن هي مشكله الناس مش معتبرينها انها مشكله كبيره، لكن هي مشكله كبيره انه مش عارف نفسه، ولما بيجي يروح مثلا يقدم لاي وظيفه زي ما قلت حضرتك بيتم رفضه، مش علشان هو غير مؤهل للمكان ده، بالعكس ممكن يكون مؤهل جدا، لكن لمجرد ان هو مش عارف ايه اللي المفروض يتم في اللقاء ده، ايه اللي المفروض يتقال وايه اللي مش المفروض يتقال، ازاي يأهل نفسه، ازاي يذاكر كويس قوي قبل ما يروح يقابل الشخصيه اللي بتعمل معاه الانترفيو نفسها، ازاي يبقى دارس الشركه كويس اللي هو رايح لها. يعني بيبقى محتاجين بقى اللي احنا بنقول عليها ايه التنميه البشريه، دي شغل التنميه البشريه الحقيقي اللي بيأهله ان هو يتعامل فعلا هو لما بيروح يقدم لوظيفه. بياخد دورات اللي هي دورات التنميه دورات الاتش ار الموارد البشريه، بيفهم الوضع في الشركه ماشي ازاي، الشركه دي نشاطها ايه، الشركه دي او بشكل عام مش لازم شركه بعينها يعني. لا بقول لك حضرتك بشكل عام الشركه دي ايه اللي بتعمله، ايه اللي بتخدمه. لان احيانا زي ما انت قلت حضرتك في بنك الشباب بيروح يشتغل في حته ما بيبقاش عارف الحته دي بتعمل ايه.
بس هو عارف ان الحته دي هيروح يشتغل فيها هياخد في الشهر كذا. انما هل الشركه ايه العمل اللي بتؤديه؟ بعد كده يجي له احباط ويفضل قاعد في البيت ويجي له اكتئاب، وهو للاسف هو اللي مقصر مش الشركه نفسها اللي مقصره. ما بقول لحضرتك فلازم بيكون في برضو يعني الاهتمام والتدريب والممارسه واكتساب واكتساب المهارات والتنميه. طب اخر سؤال مع حضرتك، فكره الشباب ازاي ممكن يكون نعلمهم الانتماء الحقيقي للوطن، نعلمهم يعني ايه وطن، نعلمهم انه اذا كان بتدور على حقوقك كمان لازم تدور على واجباتك، لان الحياه هي دايره متواصله متكامله. فازاي ننمي عند الشباب والاطفال كمان ان الشباب يشتغلوا بروح الجماعه وليس يشتغلوا بمفرده، عشان يبقى عنده قدره باهميه ومفهوم الروح الجماعه في العمل. مفيش واحد بيشتغل لوحده، لازم بيشتغلوا كلهم تيم ورك، مجموعه مع بعضها، عشان وده هينمي بطريق غير مباشر فكره الوطن. يعني لان العمل لما بيتقدم بروح الجماعه ما بيتقدمش باسم واحد، لا بيتقدم باسم الناس كلها او باسم المكان او المنشاه او المنظمه اللي هم بيمثلوها. بيمثلش في شخص واحد او في شخص او قائد او مسؤول عن المكان، لا بيمثل في قيمه المكان والناس اللي موجوده في المكان. يقول لك ده الجروب بتاع المكان ده او التيم ورك بتاع المكان ده هم اللي عملوا العمل ده، هم اللي انجزوا العمل ده. وثانيا لازم الشباب يكون عندهم يعني حس انتماء لبلدهم، ان هم عندهم يعني يخافوا على بلدهم، ان هم يراعوا ربنا. ايوه ده يتم ازاي؟ يعني ده نعمله ازاي؟ لان الحقيقه هو كلام حلو بس هي الفكره التنفيذ، ازاي اخلي الشاب فعلا حاسس بوطنه وحاسس بمشاكل وطنه؟ ده دور بيرجع منه للدوله، لوزاره الشباب والرياضه. من خلال اللقاءات بتاعتها ومن خلال الندوات ومن خلال المؤتمرات، هي اللي بتعمل على حس الشباب على الاهتمام. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى ان يا رب شبابنا يعني ربنا يوفقهم للافضل ان شاء الله، ويكون يعني اذا كانت مصر هتتقدم لازم طبعا اكيد في الاول وفي الاخر تتقدم بشبابها. بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا الاستاذ وليد عزت عيسى، محاضر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر. بشكرك شكرا جزيلا. خليكم معنا، هنتكلم عن المنظمات الحقوقيه. واحده من المنظمات الحقيقه ابتدى يبقى ليها دور كبير جدا في مصر، ابتدت تعمل خدمات خيريه كتير جدا على مستويات الصعيد وغيره. فخليكم معنا بعد الفاصل. القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واجعة بين يدي البشرية، وعليها أن تعمل جاهدة لكي يحيا ويفعل وينفذ، لأنه الآلية الأساسية للوصول إلى السلام الدولي. في هذا الإطار جاء تأسيس إحدى المنظمات الدولية للأمن والسلم الدوليين لحماية وتفعيل القانون الدولي الإنساني والسلام العالمي. إنها تسعى لنشر ثقافة السلام العادل بين الأمم وإرساء قواعد السلام والأمن الاجتماعي بين البشر ومحاربة كافة أشكال التمييز العنصري، كما تعمل من أجل وجود بشري يعيش في ظل المساواة الإنسانية والعدل الاجتماعي. لما بنتكلم عن الشباب ومش البطالة، بنقول انه ما تديش فرصة نفسك انك تفضل قاعد في البيت تبكي على الاطلال وتقول انا حظي وحش انا ما اشتغلتش. لا، انزل وشارك، شارك مشاركة مجتمعية في منظمات حقوقية كتير جدا هدفها الاساسي خدمة الانسانية، خدمة المجتمعات. انزل وشارك وبدون ربح، وصدقني هتاخد خبرات كبيره جدا جدا في انك بعد كده لما تبتدي تشتغل في وظيفه يبقى عندك خبره في التعامل مع الناس، في اداره الموقف، في انك تاخد قرارات. فدي نقطه احنا بنقولها النهارده. هنتكلم على المنظمات الحقوقيه وازاي ممكن يكون دورها كبير جدا في المجتمعات. اذا كان بنتكلم قلنا على رفعه مجتمع من اخر، بنقيس مدى تحضر مجتمع، فكمان وجود المنظمات دي هي وحده قياس جيده جدا تقول المجتمع ده متحضر ولا لا، المجتمع ده بيساعد بعضه ولا لا. في الحقيقه مجالات كتير قوي، مش بس فلوس ومش بس اكل وشرب، الموضوع اكبر من كده. موضوع ليه علاقه بالتعليم، ليه علاقه بالمساندات النفسيه والمعنويه، وطبعا اكيد المادية. النهاردة هنتكلم على منظمة من المنظمات الحقوقية دورها في مصر، والحقيقة ليها نشاط كبير جدا. الناس اللي بتشتغل هناك بتشتغل يعني بدون أن تبحث عن ربح، بدون أن تبحث عن فايدة، غير حاجة واحدة بس، هي مصلحة
المجتمع. النهارده معانا دكتوره هنده ماجري، رئيس مجلس اداره المفوضيه لاحد المنظمات الخاصه بالامن والسلم الدوليين. اهلا بحضرتك. أمريكا. حضرتك اصلا تونسيه وعايشه في امريكا، في لوس انجلوس. المفروض انها المنظمه الام هناك موجود. معانا كمان الاستاذه سماحه علي محمد، رئيس المفوضيه في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا الاستاذ الدكتور الشحات بسطويسي، المسؤول عن حمايه البيئه والتربيه والتعليم في المفوضيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اولا عايزين يعني ناخد فكره اصلا عن المنظمه، عن بشكل عام المنظمات الحقوقيه دورها ايه الحقيقه، لان في بعض الاحيان بيختلط علينا الامر، وفي بعض الاحيان بتوصل رساله. بعض المنظمات الحقوقيه للاسف لعبت دور سيء في الفتره اللي فاتت وتحديدا في مصر، انه وصلت صوره سيئه للعالم بره عن الاحداث في مصر على انها انتهاك لحقوق الانسان وغيره. فعايزين نعرف بشكل عام المنظمات الحقوقيه دورها ايه. احنا يعني هدفنا في نقدم اهم حاجه الامن والسلام ومساعده الانسان من كل ناحيه، يعني ما لناش دعوه ولا بجنسيته ايه ولا لونه ايه ولا ملته ايه، يعني بشر انسان يعني عايز مساعده. احتياجاته ايه بشكل عام؟ بصفه عام. لو عايز تتكلمي تونسي انا عارفه ان الموضوع ممكن يكون اسهل لك شويه. لا مش كويس تونسي على فكره، انا مصري، انا متجوزه مصري وعايشه اكثر حياتي في مصر. عشان كده الاكل المصري بتاعتك كويس. انا مصريه اكثر من تونسيه. طب كويس قوي، حاسه انك انت قلقانه لكن انا يعني مش عايزاكي تبقي خلاص، انت على ما اعتقد بقيتي مصريه رسمي وبتتكلمي مصري كمان كويس جدا. فانا سعيده بوجودك طبعا. الله يخليكي، شكرا، ده من كرمك ومن اخلاقك. فهدفنا الوحيد زي ما قلت لك مساعده الناس، يعني اهم شيء عندنا لا بيهمنا اهم حاجه لا لينا في السياسه ولا لينا في الدين. كويس جدا. احنا كل اللي بيهمنا يعني هدفنا الوحيد رساله ان بنساعد اي انسان محتاج. زي يعني اول ما ابتدينا دار المسنين، الاطفال اليتامى، دار الاحداث، يعني كمان خدنا معنا البارح رحنا على المنيا كان معنا شيخ من الازهر وكان معنا اسيس، وطلعنا عزينا الاخوان اللي في مذبحه اهالي الشهداء اللي كان في ليبيا وقدمنا لهم